هذا ما تعودنا وهذا ما شخرينا، يعطونا معاه الميزانية ويعطونا معاه الميزان الاقتصادي. مش تهبط قانون المالية وحده، قانون المالية هو باش إجراءات باش تمول الميزانية. إيش يفهمنا إحنا قانون المالية اللي كنتعطينيش الميزانية إيش اللي فيها؟ وقت إيش تعطوها لنا؟ الله أعلم. هذا شيئين رأوا الكلام هذا من الصفحة الرسمية البرلمان، أدخل اكتب برلمان تونس وادخل أهبط لطة شوي القوانين والمشاريع هناك تلقى. شفت أنا 0.70 على 24 هنا تاريخ الإيداع 14 أكتوبر تاريخ الإحالة واللجنة متعاهدة، هنا مشروع قانون عادي جهة المبادرة رئيس الجمهورية. هذا هو احنا ما جبناش بروسنا، هذا مش نناقشه فيه. باي سؤال واضح، انت كي طلعتي على قانون او مشروع في انتظار المصادقة، مشروع قانون المالية هذا استاذ هالة كيف يحكوا على البناء والتشييد، نسأل بكل معناتها وضوح، ثمش طريق سيارة، ثمش مش عارف انا مطارات، ثمش بنية تحتية، ثمش ايش اسمهم هم نتاع المياه هذوما السدود، ما هو هذه بناء وتشييد. نسأل انا مانيش فاهم ايش يقصدوا بها بناء وتشييد، ثم بنية تحتية حقيقية، ايش ثمش حاجة تشير في القانون هذا في العام الاول نتاع مدامنا السخونين وناس كل معاه تبني وكلها صافنا ذرعانها باش تبني وتشيد، ثمش حاجة ما يدل، ثمش حاجة ثم يا وليد ثم ما يدله كتدشين المسبح نتاع المنزه اللي هو ان شاء الله يجي وجماعه قرصه يعوموا فيه، هو واهلنا في القصرين يعوموا فيه ويجيوا من جندوبه يعوموا فيه ومستاهل بس احنا في ذلك عامه البيات مش عاملين الجمهوريه ولكن ندشت عليه. هل يعقل يا مواطن تونسي، هل يعقل ناس في بلدان أخرى قاعدة تدشن في مطارات بعشرين ألف راكب يوميا وإحنا ندشنوا في بيسين؟ هكا بلادنا افتزلناها يعني في حدود انعدام الكفاءة هذية. إحنا ما زلنا نجموا نتكلموا شنو استفاد المواطن في العامرة وقت اللي إحنا دشنا البيسين؟ عملته البيات ويعطيها الصحة، ولكن عملته بسواعد الجيش الوطني التونسي. الجيش الوطني اللي طول عمره عنده مهام معينة حتى عندما ترتبط مهامه بالصالح العام ما ينجمش يكون يبني بيسي. هما يعطيهم الصحة يعني هما كفاءتها ونجموا يبنيوها، وعطاونا مشهد جميل جدا لكفاءتنا وقدرة الجيش الوطني على أنه هو يبني ويشيد. لكن مش هذا البناء اللي احنا حشتنا به، وفي النهاية الجيش موش مسؤولة ومخذوا التعليمات ومشيوا طبقوها. لكن مهام الجيش الأخرى وين؟ شنو؟ يعني إشراف، هو تولى الإشراف، أما فلوس فلوس البيع. تولى الإشراف وشرفنا شفنا شفنا الفيديوهات يا أستاذ، شفناهم بكسويهم يعني في الجيش، يعني ظهر اليونيفورم الزي الرسمي ظاهر وبذلوا فيه مجهود كبير. لكن شنو ذنبي أنا كتونسي نقول ندور في العالم نقول أنتم دشنوا في مطارات بعشرين ألف ريال وفلوس البيات وجي السيد رئيس الجمهورية إعادة فتح تو أصلا تلك مشاريع الدولة، تو هذه البيات كثر خيرها وهم حاشمين ما ذكروهاش، تبني مؤسسة خاصة إعادة تشييد، ثمش حاجة جديدة. أنا في القانون الجديد هذا 25 ثمش حاجة بنية تحتية على الأقل بيضونا وجوهنا قدام الناس اللي يسبوا فينا ويقولنا ما خلوش تعبينا وتشييد، بيضونا وجوهنا، ثمش حاجة في القانون هذا. أنا نحكيه على دعم أسس الدولة الاجتماعية، أنا نحكيه على يعني نمشيط مع الفئات الهشة. اليوم استغربت حاجة يا أستاذ يلزمني نحكيها معنا للمواطنين. نعم. كان تبادر إلى ذهني أنه إطارات الدولة من الفئات اللي هي يعني صحيح هي طبقة متوسطة، لكن قلت باش تنقص شهاريهم لأنه باش يزيد الأداء عليهم، لأنه ما همش من الطبقات اللي مدخولها ضعيف، يعني باش نجموا نقولوا معناها باش يطبق هالأداء هذايا جديد، دونك هما باش تنقص شهاريهم. قال لي لا راهي بتزيد شهريتي 9000، أما راني باش نتبرع لهم بها أنا. يعني حتى أعلى إطارات الدولة تعتبر من الفقراء من 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 الطبقات الفقيرة والهشة، ومن الطبقات اللي وقت اللي احنا نطبقوا الجدول الجديد بتاع الضريبة على الدخل باش تزيد شهريهم 9000 و10000. حاجة تضحك وقت اللي نقولوا احنا باش نقفوا مع الشرائح الهشة ونقولوا انه مثلا دي شهريته 700 دينار كي باش نطبقوا الجدول الجديد تولي شهريته 750. حاجة تضحك وقت اللي انت تقول في قانون المالية بتاعك رانا عندنا ناس تخلص 700 دينار في الدولة و400 دينار، رانا عندنا توانسة يخلص 400 و700 دينار، كيفاش تعيش انت وقت اللي تخلص 400 و700 دينار ويبقى بشير ديك 750 المكتفرح وشركته الاهليه بالشراء الاخرى يزيدهم 800 دينار يعني للتاسيس فقط؟
معناها هذو توانسه وهذو ما همش توانسه، هذو يطبق عليهم شيء فرض وهذو يطبق عليهم شيء سنه. حقيقه يعني فيما يخص ليس ياتيني قانون الماليه هو مشروع، دائما نحكي على مشروع، دائما نحكي على مشروع مش ناقص. على مشروع، لكن وقت اللي نراه أن المشروع هذا متعلق به فكرة الإقلاع الاقتصادي، أنا نحب نسأل المواطن أنا هو الإقلاع الذي تنتظره من قيس سعيد وحكومة قيس سعيد ووزيرة مالية قيس سعيد وقانون مالية قيس سعيد؟ احنا كنا في السنوات اللي جايه توا سنصبح في التضخم الراكد، لأنه حتى إذا كان الفئات الهشة والضعيفة راهي بتنزدلها هالخمسين دينار والثمانين دينار والتسعة آلاف في شهرها، اللي هي أصلا شهر يضحك بطبيعتها وما تعيشش التونسي، راهو من شيرة أخرى التضخم اللي باش يصير والزيادة في الأسعار ومش تحتيم تدمير القدرة الشرائية للمواطن، معناها حاجة اللي التونسي ما عادش باش ينجم يواجهها. وهذا الكل باش نزيدوا نشوفوه بعد تالي وقت اللي باش نفهموا كيفاش قاعد يتدمر منهجيا بطريقه ممنهجه النظام البنكي، وكيفاش احنا قاعدين نستنزفوا في سيولتنا، وكيفاش احنا قاعدين صحيح يمكن فتره ما تقول انت فتره مزدهره يا مواطن وقت اللي انت يكون عندك شكون في الخارج يتفكر اللي انت في وضعيه تعيسه جدا ويجي يطلع عليك ويجيب معاه الدوفيز والدوله يعني اقتصادها ينتعش، مش على خاطرهم هما عندهم رؤية للمستقبل ولا على خاطرهم هما عندهم توجه ينقض في البلاد، لا أبدا، هذوكم حاجات يعني حينية ما همش حلول جابوهم هما، بالعكس أنا اللي نرى فيه في قانون المالية هذا الكل ما هو في صالح حتى حد إلا في صالح المنظومة. طيب في قانون المالية عادة يتبنى